تحت عنوان كشفيتنا رسالة محبة، احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بانطلاقتها السنوية بقداس إلهي ترأسه قدس الأب على أمشرب شراع الكنيسة، بحضور الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لكشافات اللاتين في الأردن، وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع المؤمنين. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. والتأم أعضاء الكشافة في سر الذبيحة الإلهية رافعين الطلبات والتقادم على نية أعمالهم ونشاطاتهم في خدمة الكنيسة والرعية. وتحدث الأب مشربش للحضور عن أهمية الكشافة ودورها في الكنيسة، ومباركا لهم انطلاقتهم الجديدة. الانطلاقة اليوم تعني أنه نبدأ بداية جديدة مع المجموعة بتعيين القائد العام للمجموعة لهاي السنة الجديدة، وتعيين مجلس الشورى وهو المجلس المساعد للقائد العام لتأدية المهام والعمل مع المجموعة الكشفية. أيضا أطلقنا شعار السنة وهو كشفيتنا رسالة محبة. نتأمل أنه هذا العام الكشافة يعملوا على موضوع المحبة ونشرها بين أفراد المجموعة في الرعية وفي المجتمع وبكل مكان. اليوم كان مناسبة أيضا نصلي من أجل الكشاف ونبرز ونسلط الضوء على الحركة الكشفية والروحانية الكشفية اللي بتتمتع فيها هاي الحركة الكنسية اللي ابتدأت مع اللورد بادن باول. اليوم كان احتفالنا مع المجموعة وأعلننا وأطلقنا المجموعة من جديد لعام 2017. بالمناسبة بشكر مكتب فضائية نورسات لتغطية حدث اليوم، والشكر الجزيل لكم ورب يبارككم. الكشفية رسالة محبة رح تكون، رح الشعار نطبقه خلال العام القادم مع أفرادنا مع رعيتنا مع كل اللي حوالينا بالأردن، ومن ثم حتكون رسالة المحبة شعارنا رح تكون نحو الله ونحو الآخر ونحو الذات. نحو الذات والآخر إنه أنا أكون بعلاقة أفقية بيني، وأحب تكون عند علاقة محبة بيني وبين رفيقي وبين عدوي زي ما قال يسوع المسيح، ونحو الله بالاتجاه الأفقي، فإحنا عمالنا منكون إشارة الصليب أفقية وعمودية. وفي ختام القداس أعلن عن أسماء القادة الجدد في الكشافة، تلا ذلك أداء قسم القائد أمام مذبح الرب.